السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء يا جماعة بدي أتأسف لكم، أنا آسف كثير 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 على الخطأ اللي عملته في آخر 3 فيديوهات، الرابط أو الـ4 فيديوهات، الرابط اللي كنت أحطه لأداة TFT كان الرابط للإصدار القديم 1.6، إصدار 1.6 معطل ما بيشتغل، يعني بيعطيك لا يوجد انترنت لانه الاصدار هذا التغى. وانا ما بعرف ليش الفيديوهات القديمه كلياتها على الاصدار الجديد، ليش اخر 3 فيديوهات اني حطيت الرابط هذا الجديد، انا ما بعرف كيف الغلطه هاي غلطتها، وانا بعتذر عليها وبتاسف لكم كثير كثير على الخطا اللي صار مني. اليوم بدي اشرح لكم طريقه تثبيت الاداء بشكل كامل مع البرامج الناقصة عشان تشتغل معك بشكل كامل، للناس اللي بتعطيهم مشكلة برضو لا يوجد انترنت او كذا وانت مشغل الاصدار الاخير اللي هو 3.0.1.1.1، هذا الاصدار اللي هو اخر اصدار للاداء اللي انتم شايفينه هون على الشاشة. يا ريت بالبداية لما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة، تضغط لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعتذر للمرة الثانية يا جماعة، أنا هاي الغلطة أول مرة بغلطها ما بعرف كيف، وبصراحة كل شخص كنت أحل له المشكلة كنت أدخل على جهازه عن طريق التيم فيور أو أني ديسك أساعده أدخل تزبط معي، يعني تشتغل الأمور معي. ليش؟ لأني كنت أمسح كل شيء عنده وأنزل الأداة من جديد من الموقع الرسمي وأشغل له إياها تشتغل بشكل طبيعي 100%، وما كنت متوقع ولا 1% أني أكون حاط رابط للأداة الإصدار القديم 1.6. ما بعرف شو الطريقة اللي وصل هذا الرابط لإلي وحطيته بالله. المهم أنا آسف، خلص سمعونا هم. بدي أول شيء أورجيكم كيف تثبتوا الأداة، بعدها مباشرة راح أشرح لكم شرح سريع للأداة. أول شيء راح أمسح الأداة من كنترول بانل، هاي الأب لنا نروح. بدي امسح الاداة بشكل كامل برضو، يعني مش غلط انك تتعرف على طريقة مسح الاداة لو بدك تنزلها تمسحها. هاي TFT tools، هاي مسحت الاداة يس. هاي الخطوة الاولى عملناها. هلا يا جماعة عشان تشغل الاداة على جهازك بدك تمشي معي خطوة بخطوة عشان يشتغل معك البرنامج في جميع الدول ويكون امورك 100%. اول خطوة بدك تدخل على الاعدادات وتوقف عمل الحماية، ضروري جدا توقف الحماية عشان الاداة تشتغل على الجهاز. بنروح على update and security، بنروح على windows security، بنروح على virus نضغط عليها، وهون بننزل بنروح على مانج سيتنج وبنعمل هاي اوف وبنلغيها. اول خطوه، واذا عندك برنامج حمايه غير تاع الويندوز الاصلي برضه بتعمل له ايقاف خلال عمليه التنزيل. بعد ما تنزل الاداه شغله عادي ما في مشكله عندك، بس خلال عمليه التنزيل. هاي الخطوه الاولى خلصناها. بنروح على الروابط اللي راح اترك لك اياها بالوصف تحت. هذا الرابط الاول راح اكتب لك تحت بالوصف البرامج المساعدة، هذا رابط دايركت اكس بتحمله وبتثبته. بعدها مباشرة بتحمل داونلود نت فريم وير بتحمله وبتثبته. وبعدها بتحمل مايكروسوفت فيجوال سي سي بلس سي بلس بلس بتحمله وبتثبته. الثلاث برامج هذول من موقع مايكروسوفت الرسمي، موقع مايكروسوفت الرسمي مساعد للويندوز، للبرامج الناقصة في الويندوز في حال انه ما كنت منزلها. هذا رابط الاداة برضو تأكد انه 3.1.1.1، وراح اترك لك برضو رابط فيديو في جميع التعريفات الاجهزة الخلوية الاندرويد، في جميع التعريفات برنامجين بيعطوك كل التعريفات اللي بدك اياها لاي جهاز بالعالم. هيك خلصنا الخطوة الاولى. بعد من نثبت هذول البرامج بنطفي الجهاز وبنرجع نشغله، وبعدها مباشرة نتوجه للملفات اللي احنا نزلناها.
طبعا عشان تفك الضغط تاع البرنامج لازم يكون عندك برنامج وين راد ضروري انك تنزله اللي هو برنامج فك الضغط. طبعا بعد ما تنزل وين رار اللي هو البرنامج فك الضغط. بديش واحد يكتب لي بالتعليقات مش راضي يفتح معي البرنامج، خلينا اكتب وين رار، اكتب وين رار، اكبس اوكي، بحث على جوجل، اول موقع بيطلع لك تكبس عليه وبتعمل داونلود على الازرق، هاي برنامج وين رار. هيك خلصت. هذا يا جماعه انا بجاوب على الاسئله اللي بتجيني. بعدين بتضغط على الملف ضغطه يمين، بتعمل اكستراكت تو تي اف تي انلوك وبتضغط عليه، بيطلع لك كلمه السر، تكتب تي اف تي، تي اف تي الاحرف كبيره تي اف تي كابيتال، بعدين نضغط اوكي. هاي الملف فك الضغط تبعه، بضغط على الملف، هاي فتح عندي الملف، بضغط عليه دبل كليك، بعطيه يس، بعمل اكسبت على الاولى وبعمل الثاني، بطلب مني كلمه سر، بكتب تي اف تي، تي اف تي كابيتال، نيكست نيكست، بعطيه هون كرييت شورت عشان يعمل لي تست على الاختصار على الديسكتوب، بعمل انستول وهي انستول، وبنسكر هاي بالمرحله الاولى. طبعا بعد ما يخلص تنزيل اذا اعطيته يفتح دايركت البرنامج راح يعطيك خطا، انا راح افتح دايركت عشان اورجيك الخطا عشان تعرف انه انت شغال صح. اول مره بشرح البرنامج بالطريقه هاي يا جماعه، تنزيل ومسحته من عندي امامكم ونزلته، لانه في ناس كثير بتكتب بالتعليقات انه الكلام مش صحيح والبرنامج مش شغال وكذا، تسمع تعليقات يا تنصدم منها، يعني بتعرف شو بدك ترد عليها بصراحه. اضغط لايك وانت قاعد تتفرج على النهاية، يعني وانت بتستنى اضغط لايك، اضغط، شايفك شايفك ما ضغطتش لايك ولا عملت شيء. اي نيكست، هون لو عملنا لانشور راح يعطي ايرور، هي اعطى الايرور. هيك احنا وضعنا تمام يا جماعه، يعني ما في عندنا اي مشكله. هيك نزل البرنامج، هي الشوركت بفتح بعمل يس. الوضع الطبيعي هون انه يعد ويعطيك هون ليسن كي وديسكتوب، ما اعطاك بتكون انت مش منزل الثلاث برامج والنسخه عندك مش 3.1، يعني الثلاث برامج زائد النسخه لازم تكون اخر اصدار. هيك بيعطيك هون، اذا ما برضو اعطاك لازم تفتح الفي بي ان، خصوصا في العراق لاخواننا بالعراق، انا متاكد من العراق لانه العراق محظور عند البرنامج، كل الناس اللي عندهم في العراق اشتغل على الفي بي ان، مجرد ما انه ما اعطاك رقم هون ما راح تقدر تعمل لوجن، فبتكبس على هاي في بي ان، بيفتح برنامج الفي بي ان عندك وبشبك لحاله، وانت مجرد ما فتح بتعمل بتروح بتسكر البرنامج وبترجع بتفتحه كمان مره وبتعمل لما تفتحه كمان مره راح يعطيك اللي هو الليسن كي مباشره. هاي هون عملنا لوجن، هيك راح يفتح معنا البرنامج. هذا البرنامج رائع جدا يا جماعه، ليش؟ لانه برنامج اول شيء مجاني، يعني بصراحه اذا انت ما عندك محل وجهازك تعطل وانت حاب تحل مشكلتك، يعني عندك مشكله وحاب تحلها بجهازك بدون ما تلجا لمحل، هذا البرنامج رقم واحد بيساعدك. وانا بحاول كل جهاز بيوصلني بشتغل عليه على البرنامج بصوره وبنزله باسم الجهاز عشان تكون الامور سهله عليك تعرف شو بتعمل. هاي الواجهة الرئيسية، عندك هون الإكسانيوم، هاي الأجهزة الموجودة، أحاول أمشي بالأجهزة عشان الناس اللي بتحب تفصل تشوف إيش الأجهزة، يعني إذا جهازها موجود ولا لا، إنه كثير بيسألني بدعم جهاز كذا، أكيد إني مش حافظ كل الأجهزة. هاي بنعمل هيك بالطريقة هاي، وأنت بتبطئ الفيديو بتوقفه بتطلع بتعمل اللي بدك إياه، هيني أنا ماشي بالطريقة هاي، يعني هاي كل البوكو، هاي الريدمي، يعني هاي كل هاي اعطيتكم كل الريدمي. نيجي على الخيار اللي تحته لينوفو، طبعا يا جماعه اللي طبعا انا بورجيك اللي هو الاف ار بي، تخطي حساب جوجل، فك الرمز، ضبط المصنع، البوت لودر، فك انلوك بوت لودر، كل يعني الخيارات بحكي لك هاي لينوفو، بس هدول. نروح على السامسونج، طبعا السامسونج
في حوالي 40% من الاجهزه بتشتغل على الاوتو، يعني مش بس تعتمد على الليون، لانه في عندك الاوتو هون للسامسونج بالذات في كثير اجهزه بتشتغل على الاوتو. هاي بنبلش من A01 وننزل. طبعا انطلب مني يا جماعه بالتعليقات انه امشي على ال، في ناس متكاسله تنزل البرنامج وتتفرج وتشوف جهازها بدعم ولا لا، فبدها اياه بالطريقه، فاحنا ما نعمله ما يرضي الجمهور. هاي كل اجهزه السامسونج. بنروح على طبعا وضع البروم ووضع الفانكشن. هاي شايفين يا جماعه. بعدين بنروح على النوكيا. هاي اجهزه النوكيا. بس بنروح على الهواوي، برضو الهواوي في اوتو زائد الاجهزه هاي اللي امامكم. طبعا في اشياء بتشتغل على المعالج يا جماعه، يعني على رقم المعالج بتشتغل، مش على بس الرقم، يعني يكون موديل تلفونك موجود. تشوف مثلا تايرن 710 خلاص هون تيست بوينت وبتفك الاف ار بي. هاي بننزل هونر 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 هواوي نوفا واي 7 واي 3 واي 5 واي 6 هاي كل اجهزة، هاي ايبادات كمان. نروح على الانفينكس. فيديو راح يكون طويل لاني راح امشي هيك، بس بدي امشي معكم زي ما بدكم. هاي الانفينكس هوت 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 نوت 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 اس 3 سمارت زيرو هايهم كلهم. هون عندك الاوبن، نمشي بالاوبن. بحاول يعني امشي بطيء، بس يعني برضه بديش الفيديو يكون مدته شهر يا جماعه، يعني 10 دقائق. انت بطئ الفيديو، ارجع قدم وقف اركض ارول. اي خلصنا ايش؟ خلصنا الاوبو، خلصنا الاوبو. هاي الابل، فالابل هاي خيارات الابل موجودة، باس كود، هالو سكرين، رام ديسك، دانك. هاي الفيفو، هاي الفيفو برضو. اجهزة الفيفو حلوة يا جماعة، يعني اغلبها الاجهزة، هي اغلب اجهزة الفيفو اللي موجود بصراحة. يعني هاي الفيفو، هاي الميديا تك اللي هي خيارات الميديا تك هون تول سبعتها. عندك هون التكنو، هاي اجهزة التكنو، يعني هي صارت 90% كثير اجهزة يعني موجودة بالسوق كلياتها اغلبها تكنو. فليكس هواوي خف كثير. هاي التكنو برضو يا جماعة. هاي الكوالكوم برضو خيارات الكوالكوم. هاي يونيفرسال، يونيفرسال برضو فيها الايتل والفيو والكتل بلاك فيو بلو. هاي الاجهزة يعني اغلبها الصيني، اللافا تي سي ال ويكو، مش ويكو اتش تي سي يس نو ابصر ايش، هذول الاجهزة الصينية يا جماعة ام شيرين. هاي السبيدروم طبعا عشان السوفت وير من هون، بنفوت هون على الاندرويد برضو، برضو هاي نفس الاشي، بدك تقرا تنزيل التطبيقات، تفعيل باك اب، سحب باك اب للجهاز كذا. هاي الخيارات كلها موجودة. هاي ال جي، حس الفيديو صار طويل كثير لاجل الموضوع الشرح حق الصيانة في البرامج. هاي ال جي كل الاجهزة. هاي في سمارت، هاي اجهزة الفي سمارت، ست اجهزة داعمة بس. عندك الاسوس طبعا، الاندرويد هو اليونيفرسال فيها كمان بتدعم التي بي لينك اللي هي الراوتر تي بي لينك. هاي معلومة مهمة للناس اللي بتفك للراوترات. اخر خيار عندنا هون اللي هو تيست بوينت. تيست بوينت اللي هو ايش يا جماعة؟ انت شغال على جهاز تيست بوينت، بدك تعرف شو التيست بوينت تاع الجهاز، بتفوت هون. اجيت مثلا فتحت على سامسونج وكبست على A80 وما طلعتش الصورة، اطلع منها ورد ادخل عليها، مشكلة بالسيرفر، بكون ضغط على السيرفر فقط. مجرد ما دخلت عليه برجع يعني بفتح معك الصورة، بس اوقات بكون في ضغط على السيرفر تتأخر الصورة، احيانا بتفتحش بتسكرها بتفتح. وعندك تقدر تعمل بحث على جوجل وتطلع الصورة بدك اياها، هي علقت مثلا، برجع بفوت عليها بروح على اي
وحده بتمس بستنى اما تفتح، ما فتحت معك مش ضروري، بتفتح على جوجل تعمل اسم الجهاز تيست بوينت بيطلع لك 100 مليون صوره للتيست بوينت. هذا شرح الاداه، شرحنا لكم كيف ننزلها وكيف نثبت البرامج تبعتها. بعتذر كمان مره على الرابط الخطا اللي كان في الفيديوهين السابقات. ويا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه، وشكرا لكم، والله يوفق الجميع ويعطيكم الف الف عافيه.